لكن طبعا في عدم توفير في بعض الفرص، وفي تسرع كبير جدا في معظم الفرص اللي جت نتيجة سير المباراة. لأن شفنا طبعا زي ما أنا بقول في البداية إن مفيش توفيق بالنسبة لنا النهاردة، لأن الضغط اللي أنت عملته نتج عنه طبعا برضه ضربة جزاء، وكنت لازم قبل ضربة جزاء برضه كان يبقى في أهداف ليك، لكن ما كناش موفقين. ومجرد لما جت ضربة الجزاء الباب مش ممكن يا جماعه، هضطر الغي المؤتمر لو سمحتوا بالشكل ده، هضطر الغي المؤتمر لو سمحت. امتى بالسجاجه يا جماعه؟ الباب عايز الباب. فطبعا زي ما انا بقول نتيجه الضغط اللي احنا عملناه النهارده كان في فرص كتير، لكن كان في تسرع وما كانش في وضوح في الفرص بشكل كبير. كان في ضغط هجومي على فرقه دجله، لكن في تسرع مننا، وفي نفس الوقت التوفيق لفريق دجله ان مجرد برضه ما جبنا الهدف يترد علينا هدف على طول. فطبعا ده توفيق كبير جدا وعدم توفيق بالنسبه لنا، لكن وارد في كره القدم. طبعا يعني وارد في كره القدم، ولسه الدوري طويل ولازم نقفل الصفحه ديت، لان فعلا مباراه النهارده السيناريو بتاعها غريب جدا. يعني فعلا ما فيش توفيق، وبيبقى في ايام كده يعني، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده يعني. طب معاه اسئله في حد؟ اتفضل كابتن حسام. شفنا التغطيه الاول نزول صالح جمعه وعاشور خرج، تمام. هل ده كان تبديل فني ولا عاشور كان عاشور كان ايه؟ عاشور اشتكى من حاجه؟ لا ما اشتكاش طبعا. يعني هو تغيير خاص بالمباراه يعني. بس حضرتك على اداء هاني في المركز ده، كان في ازمه؟ احنا عارفين طبعا ان احنا عندنا مشكله في المركز وعندنا اصابات كثيره، لكن هاني ادى بشكل كويس، لان هو يعني من فتره طويله عارفين الاصابات دي بقالها فتره طويله جدا، وانا كنت هاني في تمرينات كثيره جدا كنت بحطه في المركز ده على اساس يبقى جاهز تحصما لاي حاجه، وقد كان يعني. ماشي، حد عنده سؤال تاني؟ مفيش أسئلة؟ خلاص، شكرا جزيلا يا جماعة. تمام، شكرا.